السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد استكمال للفيديو السابق. بنعمل النهاردة حاجة جديدة، كتابة نص أو حوار لفيديو أو ملف صوتي عن طريق برضو الإملاء باستخدام الميكروفون من خلال مستندات جوجل. طب ما ده احنا اللي عاملينه المرة اللي فاتت. لا، الفيديو السابق كنا احنا اللي بنملي، يعني الصوت صادر مننا احنا وباستخدام المايك. ممكن حد يكون عنده فيديو علمي زي ما هنشوف دلوقتي كده. طبعا ليه ما قلتش يوتيوب؟ لان اليوتيوب انا عامل له فيديو مستقل ازاي اخد الترانسكريبت، ازاي اخد النص او الحوار، ده سهل. طب لو انا عندي فيديو ما فيش فيه ترانسكريبت، يعني انا فيديو خاص انا عملته داونلود موجود عندي مش على اليوتيوب. طيب الفيديو ده انا عايز النص الحوار بتاعه ده انا عايزه يبقى عندي، هاخده مثلا اترجمه وهستخدمه في مقاله في اي شيء. طب ده نعمله ازاي؟ زي ما هنشوف دلوقتي. زي ما اتفقنا هنروح نفتح مستندات جوجل، نروح مع بعض. يلا، ادي مستندات جوجل زي ما احنا اتفقنا، خلاص عارفين بنفتحها ازاي، اللي هو جوجل دوكيومنتس. وبرضه هنروح هنا بنعمل التسميه بتاعتنا. بنعمل ايه؟ اول حاجه احنا اتفقنا في الفيديو السابق بس هنعيدها تاني، بننزل تحت هنا على السبيكر ده او السماعه وبنروح نقول اوبن ساوند ايه سيتنجز، هيفتحها لي بالشكل ده كده. اتفقنا ان طول ما ده المايك شغال وانا بتكلم، انا دلوقتي بتكلم وشويه وهوقف الشرح. ليه؟ انا مش هتكلم عشان هختار كارت الصوت، هختار كارت الصوت. طيب كارت الصوت ده لما انا هختاره يبقى المايك بتاعي الخارجي مش هيشتغل، يبقى كأن الصوت داخلي هيتسجل على طول. يبقى مرة تانية بعد ما افتح الاعدادات الخاصة بالصوت بروح على الانبوت، بختار مش اللي انا شغاله دلوقتي، لا هشتغل بكارت الصوت اللي موجود عندي. طيب هنجرب. بعد ما بنختار الاختيار ده هنعمل ايه؟ انا هرجع اعمل الاختيار ده لما هنبدا التجربه الفعليه. بعد ما بختار كارت الصوت بروح الفيديو، انا فاتحه بالشكل ده كده، وابتدي اشغل، بشغل الفيديو. طبعا انا مختار فيديو عليه ترجمه، لكن في فيديوهات ما عليهاش ترجمه. وحتى لو عليه ترجمه مش هقعد انقل حرف حرف وكلمه كلمه، واوقف واكتب. الفيديو اللي موجود عندي هنا انا عايز اخد النص اللي فيه. طب نشوف مع بعض كده، نجرب. انا كده دلوقتي شغلته، الصوت شغال. الصوت شغال اهو، يبقى بالشكل ده. انا خلاص هشغل الفيديو دلوقتي، يبقى اروح اجرب الاعدادات وهوقف الشرح بتاعي لان هو هياخد صوت واحد بس. طب نروح مع بعض كده ونشوف. كده انا اخترت كارت الصوت تاني، يبقى انا لما اختار كارت الصوت هوقف بقى الكلام بتاعي انا ونطبق مع بعض من غير ما هنسمع الصوت بتاعي. Some solution to help see your sample on the slide. So this is lactoglycerol. This contains lactic acid, so you must be careful when using it. It can burn your skin, so be very careful. And it also differentiates colour on the sample that you're preparing. So to prepare a simple slide, you need to add زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شفنا دلوقتي اهو الفيديو اللي كان شغال، ادي الكتابه اهي some solutions lactic acid الى اخره. طبعا هيبقى فيه اخطاء، طبعا هيبقى فيه اخطاء، انت فاهم، سواء بالعربي او بالانجليزي هيبقى فيه اخطاء بتتوقف على جوده المايك، على جوده كارت الصوت الى اخره، على جوده اللي بيتكلم نفسه. يعني مش شرط عشان الفيلم ده اجنبي او اللي بيقولوا اجنبي او انجليزي او امريكاني معنى كده ان الصوت بتاعه كويس. يعني زي ايه؟ لو واحد باللغه العربيه وبيكتب عربي بيملي باللغه العربيه بس صوته مش جيد، مخارج الفاظه مش كويسه، بيتكلم بسرعه، خلاص بيتكلم ببطء شديد، صوته عالي، نبره صوته الى اخره، مكانه من المايك، كل ده هيبتدي ياثر عليه. يعني كل ده هيأثر على جودة الكتاب. يبقى احنا كده شفنا لو في اي فيديو عندي سهل ان انا اطبق نفس القاعدة دي، وان اخد النص او الحوار ده اخده عندي اترجمه بقى انا عايزه زي ما هو. ارجو ان الفيديو يكون مفيد لحضراتكم. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله، وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.